انا عندي فيلم جميل قوي عن ازاي البروتينات بتتكون في جسمنا، وحاجه معقده جدا دي ما بشوفهاش، ما بشوفهاش بعيني خالص، لكن انا متيقن ان ده صح، متاكد ان دي حقيقه لاني اقدر اثبتها. هل تعلم أن كل شيء في الكون مصنوع من حوالي 90 نوعاً من الذرات فقط؟ ولكن هذه الذرات 90 يمكنها أن تندمج معاً لتكون ملايين المواد، لكل منها خصائصه المذهلة. تأمل ذرة الكربون، إنه أكثر عناصر البناء في تعدد جوانبه، من كتل الفحم إلى الماس اللامع، ومن الأوراق على الأشجار إلى جلد الإنسان. لكل هذه شيء واحد مشترك، فهي مبنية من الكربون. لا توجد أي ذرة عنصرية أخرى تتماسك مثله. مثل لعبة كونية لتكوين الأشكال، يترابط الكربون معاً مكوناً مجموعة من البناءات المختلفة، اكتشف منها الملايين حتى الآن. وخصائص الكربون الفريدة تجعل جزيئات الحياة ممكنة، فإذا غيرت خصائصها ولو قليلاً تصبح الحياة نفسها مستحيلة. وجزيئة الماء مذهلة، كل كيميائي يعرف أن الماء متميز، خلاف السوائل العادية الأخرى، حينما يتجمد الماء فإنه يطفو ولا يغطس. لو لم يحدث ذلك فإنه عندما تتجمد البحيرات كان الثلج سيغطس ويقتل كل الأسماك. تعتمد كل الكائنات الحية على الماء لنقل الأكسجين وتحريك الطعام والتخلص من النفايات، وتطول قائمة فوائد الماء. وإذا قمت بتغيير خصائص جزيئة الماء ولو قليلا تصبح الحياة مستحيلة. إن الذرات مصممة بصورة دقيقة جدا، فكيف تكونت أصلا؟ يقول الكتاب المقدس إن الخالق غير المحدود قد صنع العناصر الأساسية لبناء الكون بتصميم كامل ليمكن الحياة والكون من الوجود.